السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في فيديو جديد. مرحبا بكم في أول دروس السلسلة الجديدة في هذه القناة، هي سلسلة الربح المال من الإنترنت. من خلال فيديو اليوم سنتعرف جميعا على موقع جديد لكسب المال من الإنترنت، طرق متعددة للربح والسحب يمكنك الاستفادة منها لجمع على الأقل رأس مال خاص بك، أو كذلك الحصول على بعض الدولارات من خلال العديد من الطرق. من خلال هذه السلسلة نحاول مشاركة معكم مجموعة من المواقع السابقة والتطبيقات السابقة للربح من ربح المال من الإنترنت. نحاول جلب مواقع صادقة للاستفادة منها والعمل عليها لجمع المال من الإنترنت، خاصة بالنسبة للأشخاص المبتدئة. جميع المواقع المذكورة في هذا الفيديو ستجدونها في رابط الوصف. إذا قبل بداية هذا الشرح لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، دعما لنا لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله. بعد النقل على الرابط الموجود في رابط الوصف ستتحول مباشرة إلى هذه الواجهة، واجهة هذا الموقع. كما ترون الموقع يتمحور حول جمع النقاط للحصول على يعني جيفت كارد، على بضائق يعني إما أمازون أو جوجل بلاي أو يعني بلاي ستيشن أو لا إكس بوكس أو إي باي أو باي بال أو غيرها من البضائق. لفهم طريقة عمل هذا البرنامج نذهب إلى الأسفل. طريقة العمل على هذا البرنامج من خلال جمع النقاط، وذلك من خلال يعني إكمال العروض وتحميل التطبيقات والإجابة عن بعض الأسئلة البسيطة. لبدء العمل في هذا الموقع يستوجب عليك التسجيل في الموقع بطريقة بسيطة جدا وجمع النقاط. كما أشرنا سابقا جمع النقاط يعني يكون إما عن طريق تحميل التطبيقات أو إكمال العروض أو إجابة عن الأسئلة لجمع النقاط بكل صورة. وذلك وبعد جمع هذه النقاط سيمكنك تحويلها إلى بطائق. الموقع لإظهار مدى صدق هذا الموقع، الموقع قام بصرف 7000 بطاقة و يعني أخذ في هذه الآونة 5000 بطاقة ولديه ما يعادل 10000 بطاقة، يعني الكل يمكنه الفوز بهذه البطائق. البطائق التي يمكننا الفوز بها هي بطائق متعددة، أمازون، أبل، ذيل، جوجل بلاي، باي بال، يعني بطائق كثيرة، ماينكرافت، بطائق كثيرة إما للجيمين يا إما للشوبينج يا إما بطائق يعني لنتفليكس وسبوتيفاي وغيرها. طريقة عمل هذا الموقع طريقة بسيطة جدا، يعني إما من خلال جلب الإحالات والكسب أو إكمال العروض أو تحميل أو تحميل التطبيقات أو الألعاب أو الإجابة عن الاستبيانات البسيطة. ويقدم لك الموقع يعني بونيس، ديلي بونيس يعني كل يوم، وهناك يعني فيديو أدز للكسب أيضا. يعني موقع بسيط جدا يمكن لأي مبتدئ العمل عليه بكل بساطة. والجميل في هذا الموقع أنه لا يتطلب من الأشخاص خبرة لجمع النقاط، ذلك يكون بسيط كما أشرنا سابقا. إذا للبدء العمل في هذا الموقع كما رأينا في هذه الخطوات يتوجب علينا التسجيل في هذا الموقع. للتسجيل في هذا الموقع نتوجه إلى يعني رجل هذه الخانة ريجستري. التسجيل يتوجب علينا كتابة اسم الكامل فول نيم واليوزر نيم يعني اسم المستخدم، الإيميل، هنا نكتب الإيميل، هنا نعيد الإيميل، نكتب الباسورد، وهنا كود الريفرال الذي سأترك لكم في صندوق الوصف. بعد كتابة هذه المعلومات الخاصة بك يمكنك النقل على سين إن لكتابة يعني تسجيل الدخول. هنا يمكنك كتابة الإيميل أو اليوزر نيم وهنا الباسورد. سأقوم بالدخول إلى الموقع. كما ترون هذه هي واجهة الموقع، موقع بسيط جدا
موقع بسيط جدا، سأريكم طريقة العمل عليه. كما ترون في الداشبورد لم أحصل على أي نقاط، لكن طريقة الحصول على النقاط بسيطة جدا. للحصول على النقاط يمكننا أن نحصل عليها من خلال من خلال الهاتف، وذلك بتحميل تطبيقات إما الآيفون أو الآيباد أو الأندرويد. هنا من خلال هاتفك يمكنك تحميل إما تطبيق والحصول على 645 نقطة، الحصول على 11 نقطة. بهاتفك يمكنك الحصول على 2000 أو 3000 نقطة بكل بساطة. يمكنك العمل من خلال حاسوبك، وذلك بإكمال بعض العروض وتسجيل في بعض المواقع، عروض كثيرة جدا كما ترون، أو إكمال العروض أو الاستبيانات العروض. يمكنك الحصول على النقاط بكل بساطة. هنا هذه الخانة مختصة بالنقاط الخاصة بك. يمكنك أيضا جلب الإحالات، وذلك من خلال هذا الرابط. يمكنك نشر هذا الرابط في جروبات الفيسبوك الخاصة بك، ويأتيك إحالات وأنت تفوز بالنقاط وزميلك يفوز بالنقاط. وهذا هو كود الريفيرال الخاص بك، كل شخص لديه كود ريفيرال خاص به. بعد جمع النقاط يمكننا سحب الأموال من خلال النقر على هذه الخانة. هناك طرق عديدة لسحب الأموال كما أشرنا سابقا، إما من خلال سحب الكاش في أورانج أو فودافون كاش أو غيرها من الوسائل. من خلال الحصول على 6500 نقطة يمكنك سحب $5، أو 25000 نقطة يمكنك سحب $25. يمكنك السحب حتى من خلال باي بال، عند الوصول إلى 12000 نقطة يمكنك سحب $10. يمكنك السحب من خلال بابجي أو الباير أو فري فاير أو جوجل باي. طرق عديدة للسحب وطرق جيدة أيضا للسحب. ولإثبات أن الموقع يدفع ويدفع بطريقة منتظمة، كما ترون هذا الشخص سحب جيفت كارد، وهناك أشخاص آخرون سحبوا بالكاش كما رأينا سابقا. كل دقيقة ستقوم بتفقد هذه المكان. هنا سترى أن هناك أشخاص يسحبون من الموقع، والموقع صادق ويدفع بشكل منتظم. إذا كان كل هذا ما يوجد في هذا الفيديو. أتمنى أن يكون قد أعجبكم الموقع وأعجبكم هذا الفيديو. لا تبخلوا علينا بالضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة دعما لنا. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.